بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الثالثة شعبة مساحة والخرايط معهد كينج مريوط، نستكمل إن شاء الله سويا المحاضرة الثالثة في الفترة اللي هي بلا لقاء إلا من خلال أونلاين. مادة الدراسات الفنية، ونمشي مع بعض كده في بعض الإجراءات بتاعة تصميم الخرائط. في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا بشكل كبير على أعداد أصول الخريطة والعمليات الهندسية اللي بتسبقها ومراحل المراجعة، سواء المراجعة المكتبية أو المراجعة الحقلية، ووصولا لإن احنا نعمل خدنا فكرة كده إن احنا نصل للطباعة. النهاردة بتكلم على أنواع البيانات والمعلومات، ويهمني قوي إن حضراتكم تعرفوا الفرق الأول ما بين كلمة البيانات والمعلومات، عشان دي متداولة ونخطأ فيها دايما. البيانات هي المادة الخام للمعلومات، يعني البيان هو اللي أنا بجمعه قبل ان انا اعمل عليه اي عملية. طيب، انواع البيانات والمعلومات. اتفقنا ان البيانات هي المادة الخام للمعلومة. البيانات اجري عليها عمليات وطرح وضرب وقسمة وعمليات منطقية وحاجات زي كده، واطلع منها بنتيجة اصبحت معلومة. اذا المعلومة هي الناتج من المعاملات والتحليلات على البيانات. خلاص كده؟ طيب، ايه انواع بقى البيانات والمعلومات اللي انا بحتاجها عشان ارسم الخرايط؟ نشوف. في معلومات توجد في الطبيعة. الاول خليني اقول لكم ان آلية عمل الخريطة الرقمية والكلام ده يمكن انا كلمت حضراتكم فيه قبل كده. نوعين من المعلومات، او نوعين من البيانات آسف. بيان اللي هو الارضي اللي هو حاكمها، اللي هو في اكس وواي او في ان واي، في كوردينيتس، في احداثيات، حاجات تبين المكان في كل ديجيتال مابس بيضبط عن طريق الاكس والواي، عن طريق الاحداثيات. المكان طالما الاحداثيات بتاعته موجودة وفقا لنظام احداثي، وفقا لمسقط، وفق اقدر على طول اطلع كل الضوابط الهندسيه من خلاله، اقدر اقيس مسافات ومساحات وكل حاجه. طيب، انواع بقى البيانات والمعلومات. في معلومات موجوده على الطبيعه، كلام كويس. في معلومات بتكون وهميه موجوده على الخريطه مش موجوده على الطبيعه. زي ايه؟ زي الكوردينيتس الاحداثيات، زي خطوط الطول ودوائر العرض. هو حضرتك ممكن وانت ماشي تتكعبل في خط طول؟ مستحيل. لكن ده بيان وهمي او حاجة موجودة تساعد على معرفة حاجة تانية. بيانات او معلومات وهمية موجودة على الخريطة ويمكن ان احنا نحددها على الطبيعة. برضه هو اللي على الطبيعة، اللي على الخريطة ده رمز، والرموز ترمي الى ظاهرات. هو انا لما الاقي على الخريطه كلمه نهر، هل انا على الخريطه ممكن الاقي النهر ده؟ لا طبعا، ولكن دي بترمز لوجود النهر ده لما اروح على الطبيعه اشوفه. في بقى معلومات اداريه ومعلومات وظيفيه. انت بقى وانت ماشي على الخريطه تلاقي نقاط مثلثات، تلاقي نقاط جدوسيه، تلاقي احداثيات مكتوبه على الجوانب، تلاقي شكل لترتيب الخرايط، تلاقي حاجة كده تبين لك الاتجاه الشمال واتجاه الشمال الحقيقي واتجاه الشمال الجغرافي او المغناطيسي، وحاجة اسمها زاوية الاختلاف. كل ده معلومات إدارية وظيفية، ولذلك انت تجد الخرائط الطبوغرافية زمان يعمل لك اطارين كده، وبين الاطارين كمان تلاقي كلام اللي هو الطرق بتنتهي فين، يكتب لك نهاية المدينة الطريق بينتهي اليها، يكتب لك بيان بتاع احداثيات، يكتب لك بعض البيانات اللي الخريطة ما تستحملهاش جوه. معلومات وصفية، وده الجانب الآخر من
الجوانب بتاع البيانات اللي بتبقى موجودة في الخرائط الرقمية، الرمز وقاعدة البيانات فيها الرمز ده خصائصه الوصفية ايه بقى؟ خصائصه الوصفية دي قد تكون مقيسة او وصفية او طولية او عرضية، او كأني انا اقول مبنى مثلا، اقول كام دور، اقول مادة البناء نوعها ايه، اقول خرسانة ولا طوب، واقول هل ليه ملحقات ولا ملوش، اقول كل استخدام دور ايه، او جديد قديم، كل دي المعلومات الوصفية. طيب ايه مصادر البيانات والمعلومات؟ كل نوع من البيانات ليها مصدر، بعضها معلومات مساحة عقلية، عشان اجيب احداثيات وكده بنزل بالجي بي اس، عشان اجيب مقاسات او كده بنزل بتوتال ستيشن او ما شابه او الشريط. معلومات مساحة تصويرية احيانا من الصورة الجوية نجيب اللي احنا عايزينه، طبعا دي وفرت بشكل كبير. وبعدها المرئيات الفضائية اللي هي معلومات من تحليل وتفسير الصورة الجوية، معلومات من تحليل وتفسير المرئية الفضائية فيما بعد، الشعر عن بعد اللي هي دي. طيب خرائط مصدرية متوفرة للمنطقة، مش معقولة لما اجي انشئ خريطة جديدة هسيب الخرائط القديمة اللي موجودة، اكيد هلجأ لها برضو واخد منها البيانات اللي هي مستقاة اللي هي الموثوقة واكمل عليها. كمان لما يجي الطيار يطلع يطير فوق منطقة او يصور، انا اصلا بختار له، بدور على الخرائط القديمة اللي موجودة عشان اديها له يستدل من خلالها. الجداول الاحصائية فيها الارقام، كل ده من الحاجات اللي انا بضيفها للمعلومات. كذلك الوثائق والمستندات دي فيها البيانات الإحصائية والبيانات المصدرية والبيانات الوصفية اللي أنا عايزها، قواعد البيانات الجغرافية. وقواعد البيانات الجغرافية هي مصدر سابقا، كلمة قواعد بيانات جغرافية ده مصطلح حديث شوية، لأن هي قاعدة بيانات ولكن لها بعد جغرافي، يعني في نفس قاعدة البيانات في الاكس والواي، يبقى كل بيان موجود جواها هيكون مرتبط بالأرض، مرتبط بالمكان. الملاحظات الميدانية طبعا دي كمان بتبقى من الحاجات اللي هي بستخدمها كبيانات الخريطة. طيب نبص كده على عناصر الخريطة، ادي خريطة بسيطة وادي بعض العناصر البسيطة اللي موجودة قدامك. نشوف كده نلاقي مثلا النت لاين، خط الشبكة، العنوان، مقياس الرسم، بعض البيانات التوثيقية بتاعتها، الأماكن، الأسماء بتاع الأماكن، الخريطة اللي بنسميها الانست ماب أو الخريطة المتداخلة اللي بتبين الخريطة دي فين، يعني الولاية دي فين مثلا، من ألاسكا مثلا فين، من الولايات المتحدة الأمريكية، وخلفية الخريطة. المواقع المختلفة لمكونات صفحة الخريطة، شوف كده بقى احيانا تلاقيه ايه، حاطط لك التايتل فين، وحاطط لك الليجند فين، العنوان فين، حاطط لك مفتاح الخريطة هنا، حطه هنا، حطه هنا. طبعا لو كانت الخريطة خريطة طبوغرافية او خريطة اطلسية بيبقى لها نظام لازم الناس كلها تمشي عليه، لكن لو الخريطة من الخرائط الموضوعية اللي الواحد بيعملها براحته بقى، ولكن في شروط كده، الوضع، العنوان، ووضع المفتاح، ووضع الكلام. ازاي بقى بجمع الخريطة او عملية تجميع الخريطة؟ هي مجموعة عمليات بيتم فيها تجميع وتوثيق وتظبيط انواع مختلفة من الخرائط لاستكمال بناء الخريطة او تحديثها، زي الموزايكين كده، وذلك بالطرق الفنية المختلفة مثل التصغير والتكبير للخرائط والتصوير وغيرها. ده كلام كان بيتم بشكل كبير زمان، لان زمان كنا بننزل نرفع خرائط 1 ل 500 او 1 ل 1000، يعني خرائط تفريد مدن، عشان بعد كده اجمعهم واحده جنب الثانيه جنب الثانيه جنب الثالثه عشان ابدا اعمل الاقليم. طيب نبص كده على تغيير الشكل نتيجه صغر مقياس الرسم. يعني نشوف مثلا طريق زي ده، لو مقياس الرسم صغير، لو كان ادي مثلا الاصل اللي هو على الكبير اللي على الشمال، شوف بقى لما صغرت بقت بالشكل ده، او هنا. طب لما نغير المسقط، بص كده عندنا اشكال كتيره من المساقط، شكل زبالة زي ده يظهر بالشكل ده. بص كده التغيير في الشكل عند اجراء التجميع نتيجه اختلاف نوع المسقط، لو عندنا بقى ايه كم مسقط كده بشكل. ذلك انا بقول لكم توحيد المساقط او توحيد نوع الاسقاط ده شيء مهم جدا، وفي الخرائط الاليه او الخرائط الرقميه او نظم معلومات جغرافيه بتتيح ده بشكل كبير جدا، تقدر سمارت كده تغير من مسقط لمسقط ببساطه جدا. شوف تجميع خريطه للجزر البريطانيه مرسومه بمسقط مخروطي، وخريطه لفرنسا، شوف دي بمسقط ودي مسقط، تلاقي الدنيا مختلفة تماما. الموضوع بقى سهل جدا مع الكلام الديجيتال النهاردة. طيب الطرق، عندي بقى طرق قديمة كده كنت انقل بيها الخرائط واكبر واصغر، ده منها طرق ضوئية زي كأني بروجكشن كده، كأني بأطلق ضوء من ناحية
عشان اكمل من اسقطها في ناحيه وبعدين اصور، او حاجات بقى البنتوجراف وحاجات السكتش ماستر وحاجات اللي هي كلها قديمه. كل ده طبعا الموضوع اختلف تماما في الوقت الحالي، واصبح الكلام ده كله بيتم ديجيتال وببساطه وبيسر. ده انا بضغطه واحده وبلقطه واحده اقدر اقول الجهاز اديني دي كبيره واداني صغيره بمنتهى البساطه. التغيرات اللي تحدث في بعض المناطق الساحليه، بص بقى خطوط الكونتور، خطوط الكونتور هنا في خريطه صغيره او خريطه كبيره تبين ازاي الموضوع طبعا مختلف تماما. اختلاف سمك خط الساحل تبعا لاختلاف تعرجات خط الساحل. لو التعرجات حسب بقى لو الخريطه صغيره المقياس ولا لو خريطه كبيره المقياس. شوف لو خريطه صغيره مقياس زي سي مثلا كده، هبدا اعمل التعريج ازاي، وطبعا الكلام ده احنا هنمشي فيه ونشوف بشكل كبير لما نخش في التعميم الخرائطي. شوف هنا اشكال مختلفه من رموز خط الحدود، بعض طرق تمثيل خط الحدود السياسيه. بص بقى نقط، نقطه وشرطه، نقطتين وشرطه، شرطه ونقطتين، والسمك اللي هو التناغم بقى والتلاعب في الاشكال الهندسيه عشان ابدا تبقى يعني اناور بيها عشان اعمل اللي انا عايزه. دي نماذج تانية للرموز الظاهرات الهيدروجرافية، اللي هي طبعا هيدروجرافي يعني الرموز المائية يعني. تبص تلاقي كده مثلا ايه الوادي ممكن يكون شكله ازاي او شكله ازاي حسب السكيل. هل نوصل لمرحلة ان هو شكل مساحي او شكل خطي؟ الكلام ده هو كله بنناور بيه عشان نؤدي الوظيفة اللي هي عملية الادراك المكاني فيما بعد. طيب العمليات الاساسية لتصميم بقى الخريطة، اختيار نوع الإسقاط حسب الغرض من الخريطة، ده مهم. التنظيم البياني للمعلومات التي يجب أن تحتويها الخريطة، تحديد خطة إجراء عمليات التعميم للبيانات، كل دي حاجات مهمة. اختيار طريقة تمثيل البعد الثالث، ما احنا البعد الثالث اختلف، كنا من زمان خطوط الهشور التظليل ثم خطوط الكونتور، وصلنا بعد كده للعمليات الديجيتال ان احنا نستخدم الديم الديجيتال اليفيجن موديل نعمل تقسيم او نعمل اسبكت او زي ما احنا عايزين. عمليات الترميز دي من العمليات برضه الاساسيه لتصميم الخريطه، واختيار الالوان سواء هي الوان او اصطلاحات، اختيار نوع الخطوط وسمكها وتوقيع الكتابات. طيب حالات بقى التغير في التجميع، التغير في شكل النتيجة صغر مقياس الرسم. لما بصغر مقياس الرسم الشكل هيبقى ازاي، كان ازاي وهيبقى ازاي، عملية تبسيط اكيد. التغير في الشكل نتيجة اختلاف المسقط، من مسقط لمسقط الشكل بيختلف. التغير في الشكل نتيجة التعميم او التبسيط، التعميم او التبسيط ان انا هنخوض فيه بعد شوية، اللي هو بجمع حاجات، ببسط حاجات، بشيل حاجات، بحذف حاجات، بزحزح حاجات على حساب حاجات. التغيير في الشكل على المناطق الساحلية، شوف ازاي بجمع خريطتين والاتنين للمنطقة الساحلية بقى لساحل دي غير دي، موضوع مختلف وبيكون هام للغاية. دي امور كلها لازم رسام الخريطة يكون عامل حسابه عليها ومتوقعها، لان مش دايما هو بيجمع الخريطة. الكلام ده فيما سبق، حديثا اصبحت المسألة اسهل من كده بكتير، واصبح هناك تناغم واصبح هناك بنحل المشاكل دي. طيب ايه كمان التغير في الشكل حسب الاختلاف في رموز الحدود. رموز الحدود ممكن اجي اركب خريطتين على بعض، انا عندي طبعا فئات من رموز الحدود، قد تكون حدود مدن، ولايات، محافظات، مراكز، قرى. هل لو انا ربطت رمز على رمز هيبقى نفس الكلام ولا هيختلف؟ طبعا ده برضو من الحاجات اللي كانت بتراعى، المساله كانت صعبه للغايه، دلوقتي المساله اصبحت اسهل من كده بكتير. اختلاف تمثيل خط الحدود مع المجاري المائيه، شوف بقى خط حد وبربط عليه خط مجاري مجرى مائي، الموضوع برضو بيكون صعب، او اسف كان صعب. اختلاف طرق تمثيل الظاهرات الهيدروجرافيه، النهارده كل او منذ القدم كل واحد بيصمم او بيختلف مع التاني في ازاي ان احنا نصمم الظاهره الهيدروجرافيه سواء كانت مجرى مائي بقى او وادي او ما شابه. طيب كده بحمد الله النهارده نكون انهينا المحاضره ديت،
وخدنا بعض كده انهناها ببعض المظاهر اللي لما باجي اجمع الخرائط على بعضها قديما كانت بتؤرقني بشكل كبير، والى محاضرة قادمة ان شاء الله رب العالمين.